يا الله والله بابا مريض كتير مش عارف شو بدي اعمل. خليني هلا اروح اوزع الفوانيس على الاطفال علشان ان شاء الله بابا يشفي شوي، لانه بابا مريض كتير وهو صايم. خليني الحين اروح اشوف ان شاء الله اطفال واوزعهم عليهم، ان شاء الله بابا يشفي كتير. يا الله نفسي في عروسة، نفسي في فانوس. يا الله ما عنديش ولا شيء، انا شو بدي اسوي؟ يا الله أنا فقيرة ونفسي في الفانوس، وبابا كمان مش راضي يشتري لي. يا الله نفسي في الفانوس. وين يا أختي لعنة؟ والله أمل نفسي أشتري فانوس وكمان عروسة يجيش لرمضان، عشان كمان ماما وبابا ميتين وإحنا في قرايا، ما أنت عارف يعني. نفسي أنا في فانوس وعروسة. يا الله يا رب الله يرزقنا. وأنا كمان زيك يا أختي، نفسي في فانوس كمان. يا رب الله يرزقنا في شيء. لسه كمان شايف كتير بنات تو بيلعبوا في فانوس رمضان. خلينا نروح نتمشى، بلكي لما رزقنا في شيء أي حد يدينا فانوس. يلا نروح نتمشى. هلا أنا اشتريت فوانيس للأطفال، إن شاء الله ألاقي أطفال هيك في غراء الله يرزقني فيهم، عشان بابا يصير كويس وما يمرضش بزيادة. خلينا أروح أشوف في أطفال ولا لا. يا الله هي في أطفال، خلينا نروح أودي لهم الفوانيس، خليهم يختاروا شكلهم في غراء. يا الله هذه البنت معاها فوانيس. كيف حالكم يا بنات؟ الحمد لله كويسين. انتوا اطفال مرتبين وحلوين، شو رايكم طب تاخذوا مني من الفوانيس؟ نفسي فيه كتير. يلا هلا راح اعطيكم فوانيس، كل واحد فانوس راح يختار لحاله. ماشي فرجيني اياه. ممكن تفرجينا اياها؟ طبعا يا حبيباتي راح اوريكم اياه وراح تختاروا اللي بدكم اياه. اول شيء انا جبت هذا الفانوس، شو رايكم فيه؟ شوف ما حلو. انا بس بديش اياه بابا. لا هلا راح اوريكم فوانيس ثانيه وراح تنبسطوا منها كثير. ماشي حال. يلا راح اوريكم هلا يا اطفال يا حلوين شو النوع الثاني من الفوانيس، عشان تختاروا بدكم اياه. راح تختار انت نفسكم فوانيس. هاي زي ما انتم شايفين الفانوس هذا حلو كثير، شيء شايفه كيف حلو. شوف ما احلى، بتعلق اللي بدكم اياه. شوف في ضوء كمان، بس انت بتضوه في الليل عشان يطلع احلى. شايفين احلى؟ واو ما احلى، مرسوم عليه زي الملكه. انت اللي هذا مسجد حلو كثير. مسجد الاقصى. هلا راح اوريكي الفانوس الثاني يا عسل انت وياها. ماشي يلا. وهلا راح اوريكم الثالث، طبعا هو فيه شمعه هيك زي ما انتم شايفين مكتوب عليه رمضان كريم. كيف الشمعه يا بنات؟ حلوه. حلو كثير. حلو بتعلق هيك زي الدار من فوق. واو. شايفه محلى. حلو كثير. انت شو اسمك؟ وانت يا عسل؟ انا اسمي لانا. لنوش واموله عسلات، انت حبيتكم كثير. لنوش واموله بحبكم كثير. انا عشان هيك حبيت اوريكم الفوانيس واديكم اللي بدكم اياه. هلا راح اوريكم اضخم عملاق فوانيس في العالم كله، وهي الفانوس. واو ثلاث شمعات كثير حلو. هي كمان مضوي. شو رايكم؟ كنت بحبه كثير 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 جدا جدا جدا. كيف حلو يا حبيبتي؟ هلا راح اخليكم تختاروا كل واحد فانوس. شو رايكم انت شو تختاري فانوس؟ انا بدي الفانوس الكبير اللي فيه ثلاث شمعات. انت عشانك كبيره راح تاخذي هاي. وانت يا اموري يا عسل؟ انت يا صغيره. شكرا لك كثير كثير. بس يا بنات انا بوزعهم على الفقراء لكم يعني، عشان تدعوا لبابا الله يشفيه عشان مريض. شو رايكم تدعي؟ الله يشفيه يا رب. يا خليك كمان يا رب يديكم اجر اكبر من هيك. يلا حبيبات باي. شكرا لك كثير. اذا بدكم تطلبوا منه طلب تعالوا على البيت. ماشي هذا الشيء. يلا باي يا حبيبات. كثير 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 حبيبتي عشان تدعي لي كمان. يلا يلا حبيبتي باي باي. سلام.